شهد اليوم الثاني من إقامة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرقات عزيز محمد صالح بمدينة ماو اجتماع حضرته السلطات المحلية وعلى رأسها حاكم ولاية كانم المراقب العام إساقة حسن جوجوي. في بداية هذا الاجتماع أشار الوزير عزيز محمد صالح إلى أهمية هذا اللقاء مؤكدا بأنه يهدف إلى مناقشة المشاكل الملحة التي تعاني منها الولاية فضلا عن اقتراح حلول ملموسة لتحسين البنية التحتية. تخلل هذا الاجتماع ثلاثة عروض ركز كل منها على جوانب مهمة من تطوير البنية الأساسية في ماو وولاية كانم ككل. العرض الأول من قبل مكتب دراسات متخصص ركز على مشكلة الأخاديد التي تهدد مدينة ماو بسبب تآكل التربة، وتمثل هذه الأخاديد خطرا كبيرا على البنية التحتية والمنازل. وقدم المدير العام لمكتب الدراسات جبرين إنجرجي تحليلا مفصلا للوضع وحدد المجالات الأكثر أهمية واقترح الحلول الممكنة. وتم تخصيص العرض الثاني لمشروع واسع النطاق ألا وهو سفلتة 20 كيلومتر من الطرق الحضرية في مو. وقدم مدير الطرق الحضرية حسن حيار آدم المخطط لهذا المشروع محددا الشوارع والطرق المعنية، كما شرح الخطوات المخططة لتحقيق هذا المشروع. أما العرض الثالث والأخير فقد ركز على حالة البنية التحتية في المقاطعات الست بولاية كانم، وتمت مراجعة البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والصحية والإدارية والطرق مع التركيز بشكل خاص على احتياج إعادة التأهيل والتحسين. وقدمت السلطات المحلية برفقة مندوب البنية التحتية موسى عبد القادر تفاصيل إضافية حول المشاريع الحالية والأولويات المقبلة. وتلت هذه العروض مناقشات طرح فيها المشاركين الأسئلة وتبادلوا المخاوف وقدموا معلومات إضافية. وأحاط الوزير عزيز محمد صالح علما بمختلف النقاط المطروحة وأكد مجددا التزامه بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لإيجاد حلول تتكيف مع تحديات ولاية كانم. ونرسلهم باكر يعملوا دراسات ويشوفوا لنا الحل، ولا بعد من الشوارع يسدوه، ولا بعد من السكان يحولون من مكانهم، لكن ما في هسه حاليا حل في هذا الوقت الخريف. نقولوا كل المليون دولار نسدهم ده ما حل. بعد منهم في عمل فني في الايام ده يبدا، لكن ما يوجه كلهم. النقطه الثانيه هي ما تخص ال 20 كيلومتر الداخليه كان في قامه رئيس الجمهوريه احد الكلام، وده جينا للتطبيق انا هذا الاحد، وده كله ان شاء الله في اسرع وقت نكمل هذا الامر. النقطه الثالثه المهمه جدا هي تخص الطريق اللي يربط انقولي مندو وماو، وده كله نخبره حوالي والسكان انا كانم بكون المشروع ده خلاص قريب يبدا، عشان في الميزانيه دي خلاص موجود في 24 25، وده باسرع وقت نكمل بهذا المشروع. بجانب كل البنية التحتية عندنا مدارس ومكاتب الصحة منهم في المحافظات بدل، لكن لسه ما كمل. وذكر أدينا توجيهات عشان بعد من الشركات الواي الموجود هنا يتصل بهم ويخدموا محليا هنا ويشوفوا كيف الإمداد يقع بعد من المشاريع اللي خلاص كملوا ليقدموا للحكومة. بعد الشركات دول ما عندهم الامكانيات نوقف الامل، وبعد ما تكون النظام وهذه الكره عندنا طلب جديد بكون السوق في ماو طالبين فندق جديد، طالبين طبعا للمحافظات يبنوا لهم طبعا في كل المحافظه مكاتب للاداره، وده كله كي نحن خلاص درسناه ونقدمه لرئيس الوزراء ومحمد رئيس الجمهوريه بكونه بأسرع وقت نحمه بهذا الشيء إن شاء الله ونلقوا حلول.